احنا عندنا اصلا ازمه في تقنيه الفيديو مع الخطوط مش بس مع الحكام. ده اللي احنا دايما بنكلمكم فيه، واحنا يا جماعه لما قلنا عندنا تحفظات كتير جدا على اليه اداره الفار في مصر، ومش بس في خطوط التسلل، ده حتى في تدخلاته في امور كتير جدا، ومشاهدته للعبات مفترض ما يتدخلش فيها، وتدخله في لعبات ما كانش من الطبيعي يتدخل فيها لان هي واضحه جدا. ده لما تسمعوا من احد خبراء التحكيم بيطرحوا، يبقى لازم ناكد ان احنا لما بناخد مسار ليس يتعلق بالنادي الاهلي ومش متعلق بان احنا بنتكلم في لعبه او امر النادي الاهلي خد حقه فيه او ظلم فيه، انما احنا بنتكلم في امور ثابته وواضحه. نطلع ونسمع كابتن سمير عثمان علق وقال ايه. عندنا اول حاله نادي الاهلي يحرز هدف وهيبقى فيه جدل كبير عليه جدا، لكن الهدف هنا هل فيه تسلل ولا لا؟ طبعا احمد حسام طه ورفع الرايه. اكتر واحد يقدر يا كابتن احمد يقول الكره دي تسلل ولا لا المره دي بصراحه مش الفار، لان احمد حسام طه واقف عمودي مع اخر تاني مدافع، وكره سهله لمساعد الحكم. نعم. لحظه لعب الكره هنلاقي لعيب النادي الاهلي متقدم، يعني طبعا احنا عندنا التصوير ما زال برده في صعوبه مع خطوط الفار بصراحه، عاوزه يعني لوغاريتم عشان تتحل. انما هنا انا شايف ان لعيب نادي الاهلي متقدم بجزء من جسمه، لكن الثقه هنا تجي لي من احمد حسام طه، لانه واقف مع اخر تاني مدافع وتسلل سليم من احمد حسام طه. هنا اشاره واضحه جدا، احنا طبعا ما بنتكلمش في اللعبه ان هي مش تسلل او تسلل، بقدر ما انت لازم تقف عند ان محلل التحكيم بيستمد قناعته في اللعبه تسلل ولا لا مش من الخطوط الموضوعه، ومش من تقنية الفار، ومش من آلية عمل الفار في لعبات التسلل، لا ده بيستمد قناعته من ثقته في الحكم المساعد، لأن هو عنده تحفظات كتير جدا على آلية الفار اللي ما اتعملهاش أبديت واللي فيها كتير من المشاكل. بص، يمكن مشهد تقنية الفيديو ده عشان يصل للمشاهد هيتضح بشكل كبير جدا في مباراة المقاولين والمصري، وده اللي هيربطنا بمباراة الأهلي وفاركو، والحديث عن فكرة أصل محمود عاشور لم يخطئ ولكن الكرة هدف، اللي هو ازاي لم يخطئ ولكن الكرة هدف. فتعالوا نسمع تصريحات الكابتن سمير عثمان وهو بيتحدث عن شيء متعلق بتقنية الفيديو داخل مصر. نشوف الفيديو ونرجع نعقب. هنقف هنا بالعين المجردة، بالعين المجردة عندي نقطتين. عندنا مساعد الحكم رقم 2 محمود رضا واقف في موقف متميز متميز. عندنا لعيب نادي المقاولين من وجهة نظر انا طبقا العين المجردة انا متأكد حتى هذه اللحظة الكرة دي تسلل، لكن عندنا تقنية الفار. تقنية الفار لما بتيجي يعني بتكتف المحلل لما يجي يحلل. بس في نقطة، لو أنا عندي ثقة كاملة إن السوفت وير والكلام ده أنا بوجهه للاتحاد المصري لكرة القدم مسؤولية كاملة، الكلام ده هم عارفينه. وبنعيد تاني، إحنا لسه في بداية الموسم، مش عاوزين فرق تتظلم بسبب تقنية الفار. باختصار اللي أنا هقوله ده، وأتمنى يبقى في رد رسمي خارج من اتحاد الكورة، السوفت وير، عيد تاني، السوفت وير الفار اللي شغال فيه لازم يتحدث. سوفت وير قديم خاص بالتراينجل، كلمة تراينجل دي الحكام بتوع الفار عارفينها، اللي هي خاص بالتسلل الفار. عندنا السوفت وير الموجود عندنا في تقنية الفار قديم، اتعمل عليه 3 ابديت، احنا لغاية دلوقتي لسه شغالين في القديم. حكم الفار اشتغل صح، حط النقطة، بس عشان السوفت وير عندنا القديم بيطلع نتيجة مش سليمة بنسبة 99%، ده يرجعنا حاجات كتيرة جدا. الكرة بتاعت محمود عاشور السنة اللي فاتت لو فتحنا الموضوع ده مش هنخلص يا جماعة. الحكم الفار بيحط النقاط صح في حالة لو السوفت وير الموجود عندنا جديد، السوفت وير الموجود في الاتحاد المصري، وهم عارفين كويس قوي الكلام اللي انا بقوله، ولو انا بقول اي حاجه غير اللي انا بقولها يطلعوا ياكدوا لنا. السوفت وير الموجود في الاتحاد المصري قديم، التراينجل خاصه بالتراينجل ده قديم، اتعمل عليه 3 ابديت، اتمنى انه يتعمل. الكره دي من وجهه نظري طبقا اللي انا شايف الكره دي تسلل، مالوش، محدش يقدر يغلط الحكم، ومحدش يقدر يغلط حكم الفيديو عشان هو حط النقاط صح. انا بتكلم في نقطه ابعد، السوفت وير. يعني ايه السوفت وير؟ التجديد بتاع الاجهزه بتاعه الترينجل بتاعه الفيديو. مكلف يعني كلنا في مكلف الفيديو يعني؟ والله لو مكلف يا كابتن محمد، لو مكلف ما كنتش تجيبه من الاول. انت عارف ان اي حاجه الناس كلها اللي سامعيننا دلوقتي، اي حاجه في الكمبيوتر بتبقى سوفت وير لازم كل فتره بتتجدد. لو انت ما عندكش القابليه انك تدفع وتجدد يبقى ما تستعملوش، عشان في حد هيتظلم، عشان انت بتدفع فلوس اصلا. يا جماعه جددوا التقنيه وكل الناس عارفينها، يعني اكيد لجنه الحكام كابتن كلاتنبرج اكيد لازم يبلغ الناس، لان المعلومه طالما انا وصلت لي انا بره الاتحاد يبقى اكيد اللي جوه الاتحاد عارفين المعلومه. لو ركزتوا في الفيديو ده
هتعرفوا ان احنا في كارثه حقيقيه بيدفع ثمنها النادي الاهلي وانديه اخرى. يعني المقاولين والمصري ده انت بتتكلم عن هدف تم بالعين المجرده، انت شايف تسلل تم احتسابه هدف عشان السوفت وير بتاع تقنيه الفيديو يعني عدى عليه 3 ابديت، يعني محتاج يتحدث 3 مرات او من سنتين 3 كان المفترض يتحدث. وده اللي قاله الكابتن سمير عثمان بين السطور، ان لو رجعنا لقصه محمود عاشور وفاركو مش هنخلص. وده بيوضح ازاي كنا كلنا شايفين هدف بيرسي تاو هدف، ولكن تقنيه الفيديو طلعت الكره تسلل. ده بيخلينا نطرح تساؤل، السبع اهداف اللي اتلغوا للنادي الاهلي بتقنيه التسلل كان المشكله في السوفت وير ولا المشكله في ايه بالظبط؟ لان ما اعتقدش في فريق اتلغى له عدد الاهداف بسبب تقنيه التسلل اللي كانت مثيره للجدل زي النادي الاهلي. يعني حتى كريم فؤاد في مباراه الداخليه اتحدثنا عن هدف في اثاره جدل، بالامس بتتكلم عن اهداف فيها اثاره جدل، طول الوقت بتمر باهداف للنادي الاهلي فيها اثاره جدل مع كريم فؤاد تحديدا يعني الموسم ده، لكن المواسم الماضيه كان مع لعيبه كتير، كهربا وغير كهربا، في مباراه سيراميكا ومباراه المقصه ومباريات كتيره جدا. فهل النادي الاهلي هيدفع ثمن كل حاجه متعلقه بسلبيات تقنيه الفيديو واستعداد مصر اصلا لعمل تقنيه الفيديو؟ ده اللي احنا شايفينه. وفي الاخر بتيجي بعض الناس تتحدث تقول اصل لما تقنيه الفيديو اشتغلت في مصر الاهلي ما خدش الدوري. ده طبعا باطل يراد به باطل، لان المفترض لما تيجي تكلمنا عن تقنيه الفيديو يكون حتى في سوفت وير بيتعمل زي ما قال الكابتن سمير عثمان. ومش الكابتن سمير عثمان بالمناسبه اللي قال بس الكلام ده، مش الكابتن سمير عثمان، عشان كده ممكن البعض هو بيسمع يقول كابتن سمير عثمان عنده غرض ما في كلامه، او ان هو بيتكلم في منظومه التحكيم وهو بره الاتحاد. ولكن اللي اتكلم فيه كابتن سمير عثمان زي ما قلنا خطورته مش في اللعبه دي، خطورته في فكرة التسللات نفسها، خطورته في لعبات شفناها كتير جدا مؤثرة على مصير بطولة زي تسلل بيرسي تاو الموسم اللي فات. يخلينا كتير جدا جدا لما كنا بنيجي هنا في الأهلي خط أحمر ونتكلم في خطوط التسلل ونتكلم في لعبات كتير جدا احنا مقتنعين ان فيها مشكلة في وضع النقاط، لان مش بس وضع النقاط نفسه، لا عملية الصورة تبدو ليك بالعين المجردة ان القرار مش طبيعي. ولكن كان كابتن سمير عثمان ربما اتى متاخرا بتفسير اللي احنا اتكلمنا فيه، ولكن ما كانش كابتن سمير عثمان بس، لان كمان كابتن ياسر عبد الرؤوف كان له راي في نفس القصه نسمعه ونرجع نعقب. احنا قلنا دايما رؤيه العين بتبقى مختلفه عن التقنيه. تمام. ولما ابدا اشوف الخطوط ببدا اكبر الصوره عشان اشوف الخطوط العموديه اللي هي نازله من النقطه اللي انا اخترتها للمقارنه. تمام. الخطوط اللي هي بتبقى بعرض الملعب اللي هي من ناحيه المساعد لغايه عندنا لغايه الكاميرا دي النتيجه. ويمكن ده اللي عامل داود او لبسه عند ناس كتير. فانا برضو من عندك، احنا دايما بنقوم بمبادرات كده بتبقى لذيذه شويه. انا بطالب اتحاد الكوره ان هو يعمل ابديتنج تمام لتقنيه التسلل في اللي هي الخاصيه الثالثه اللي هي الترانجل. تمام. بحيث ان هي تبقى ماشيه مع او متواجده مع اللي بيحصل دلوقتي بره، وده اللي شغال فيه الدوري السعودي والدوري الاماراتي. علشان الخطوط دي ما تطلعش تعمل بلبله عند الناس. بس الخطوط ما لهاش علاقه بصحه الهدف او عدم صحته، هي بس عشان المشاهد يشوف خط صح. خلاص احنا حطينا مبدا يا كابتن خالد، مش احنا اللي حطيناه، ده البروتوكول اللي حاطه. طالما ان انت واخد لحظه اللمس مظبوطه، وطالما ان انت واخد النقط بشكل سليم، انت ما بتتدخلش، التقنيه هي اللي بتشتغل، الكمبيوتر هو اللي بيشتغل، البرنامج هو اللي بيشتغل، بيطلع لك النتيجه انت مالكش اي يد فيها، والنتيجه بتبقى مظبوطه. علشان اقول غلط، علشان اقول غلط يبقى لازم اقول فين الصح. ده تأكيد على كتير جدا من الأوقات اللي احنا كنا بنتكلم عن مخاوفنا فيما يتعلق بفكرة التسللات، وفيما يتعلق بفكرة تقنية الفار، اللي احنا أصلا مش بس في التسلل، احنا عندنا تحفظات كبيرة جدا طرحناها في الأهلي خط أحمر على آلية عمل تقنية الفار في مصر وتدخلاتها ومخاوفنا من ان هي لم تأتي بمصلحة التحكيم. وده مش معناه ان احنا عايزين نستبعد الفار، الأهلي كان أول الفرق المصرية اللي طالب كمان داخل مصر وفي أفريقيا في مناسبات عديدة بتطبيق تقنية الفار، ولكن احنا عايزين فار بجد، فار زي اللي بره. النادي الأهلي بيحقق معاه دوري أبطال أفريقيا وبرونزيات عالم للأندية، فار في فعلا تقنيات نقدر نثق لقراراتها، مش فار الفيشة وكاتل الشاي والحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها كتير معاكم.
هو الموضوع بس مش متعلق بتقنيه الفيديو، موضوع متعلق هو مين بيدير لجنه الحكام الحقيقه. يعني هل كلاتنبرج هو اللي بيدير لجنه الحكام؟ شفنا تغيرات وتعيينات في وقرارات متعلقه بلجنه الحكام، ولكن لما الكابتن سمير عثمان بيقول انا بكلم الاتحاد وانا عارف من الداخل ان في ازمه في السوفت وير والمفترض ان هو يتحدث، امال فين المسؤولين؟ لما يجي بقى الكابتن ياسر عبد الرؤوف يتحدث عن عوده حكام ويطمن يعني اعلامي في قناه نادي الزمالك عن فكره عوده الحكام، يبقى القصه مين اللي بيدير ومين اللي بيطلع المعلومات والقصه ماشيه ازاي؟ ولما يجي الحكام يجتمع بكلاتنبرج عن التعيينات واعتراض على التعيينات يقول انا مش انا اللي بعين وانا مش عارف، وكان رئيس لجنه حكام لا يقوم باعماله زي بالظبط حكام الفيديو اللي هي لا تقوم بعملها وبتيجي تمضي وتروح وتخلي حد يمضي لها انصراف. وفي النهايه لما تم اتساع عدد مقاعد حكام تقنيه الفيديو الدوليين لست مقاعد، الثلاث اسماء اللي بيمضوا ويروحوا هم اللي اتحطوا في القائمه الدوليه، فموضوع صعب جدا. ولكن خلونا نشوف الاصعب مع الكابتن ياسر عبد الرؤوف وهو بيوضح ان الحكام اللي هترجع تطمئن جماهير نادي الزمالك. بارك لكل الناس اللي دخلت القائمه، وبقول هارد لك لكل الناس اللي ما دخلتش، ان شاء الله لسه العمر قدامهم يدخلوا. برضه هكمل قائمه الفار، احنا كان عندنا محمود ابو الرجال، عندنا محمود عاشور، عندنا طارق مجدي، زاد عليهم ثلاثه بنهنيهم، وائل فرحان، حسام عزم حجاج، عمرو احمد الشناوي. ده وائل فرحان ده اللي دخل بقى دولي فار، هو اللي بعت للكابتن محمد عادل عشان يلغي ضربه الجزاء بتاع صافيو، والحكم مستر كلاتنبرج وقفه الماتش اللي بعده. وعشان برضه اطمنك يا كابتن خالد، الفتره اللي جايه ان شاء الله انت هتشوف محمود عاشور كحكم ساحه موجود في الملعب، هتلاقي محمد الحنفي موجود، هتلاقي محمد الصباح موجود. دول كانوا وقفهم الحكم يعني كلاتنبرج. كانوا بعيد فتره، وفي نفس الوقت برضه يعني انا بطالب لجنه الحكام يا جماعه حاولوا تدوا رخص جديده، حاولوا توسعوا مساحه المساعدين شويه عشان الناس تبدا تاخد فرصها. طبعا شايفين الربط عن الحكام اللي لنا مواقف معاها في تقنيه الفيديو اللي بنبارك لهم، كابتن ياسر عبد الرؤوف بيبارك لهم، وائل فرحان وحسام عزب وعمر الشناوي، اللي يعني الثلاثه لهم مواقف سلبيه جدا مع النادي الاهلي وهم حكام تقنيه الفيديو اصبحوا دوليين. فتدخل خالد غندور وقال له مش وائل فرحان ده اللي استدعى محمد عادل على ركله جزاء ورفض؟ انت بتاكد ان الحكم استدعى محمد عادل في شيء لا يجب ان هو كان يستدعيه فيه؟ فبتاكد المعلومه خلال وائل فرحان وحسام عزب وعمر الشناوي. وبيطمن بقى الكابتن ياسر عبد الرؤوف تاني، لا ده مش بس تقنيه الفيديو اللي هيبقى فيها شغل كبير من الناس اللي هم بيجوا على النادي الاهلي، لا ده احنا كمان اذا كان عاشور عنده ازمه مع النادي الاهلي ده هيرجع حكم ساحه، اذا كان الصباحي عنده ازمه مع النادي الاهلي وبيحسب اهداف لنادي الزمالك الكره بتضرب في العارضه وتنزل على خط السته، اذا كان الحنفي عنده مشاكل مع النادي الاهلي، كل الحكام دي هترجع. والحقيقه لقيته بيوجه بقى رساله للجنه الحكام، واللي اتقال ان الحكام دي من خالد غندور كانت على خلاف مع كلاتنبرج، فعشان كده انا بسال هو مين اللي بيدير لجنه الحكام؟ سؤال صعب جدا هتجد اجابه ليه، حتى لو قلنا لكم انتظرونا بعد الفاصل والاهلي خطأ.